السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير، وتحية صباحية في هذا المهرجان، مهرجان الخالدية للأصايل للنسخة الأولى. في البداية يسرني ويسعدني ويشرفني بأن أرحب براعي الحفل لهذا اليوم ووصوله وتشريفه لأرضية الميدان، سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس المحترم، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. من شرفنا، من زارنا، من يرعى هذا المهرجان. وأيضا نشكر الداعمين الشيخ راشد بن عامر المصلحي والفاضل حمود بن محمد المصلحي، عضو مجلس البلدي بولاية وادي بني ولاية وادي بني خالد. وأيضا الترحيب بكل الحاضرين، بكل المشاركين، بكل الطامحين والباحثين لأيضا الناموس والانتصار في هذا أيضا الصباح الجميل. وأيضا كل الشكر والتقدير للفاضل يحيى بن راشد المصلحي، من أيضا يدعم ويتابع وأيضا متواجد في هذا المهرجان في جميع أموره. وأيضا الترحيب بكل الحاضرين، بعد لحظات قليلة سوف تعلن انطلاق الشوطنا الاول، الشوط الرئيسي للصعوب، شوط الشلفة. انطلقت الاسماء، انطلقت الشعارات في رحلة البحث عن الناموس. الاتحادية عامر بن سليمان السعدي تتقدم على المركز الاول، مهم على المركز الثاني جاسم بن محمد الرباعي، المركز الثالث بينونة حمد بن مسلم السافي. يا سلام، ولكن الاتحادية بن سليمان من يبحث عن الشلفة، شلفة الصعوب، الشلفة والسيارة، ما بين مهمة والاتحادية. الاتحادية ومهمة يتقدمن على المركز الاول بحضور راعي الحفل، بحضور راعي الحفل. ولكن مهمة جاسم بن محمد الربيعي. الله، شوف لي الواصلة، شوف لي القادمة، شواهين او الشبابية، خميس بن سعيد الحشامي. الله، وصلت بينونة هملولة، بينونة شواهين، مهمة الثلاثية، المثلث الذهبي. ولكن الشبابية والسلالة الغنية عن التعريف، سلالة الشبابي تنتزع الشلفة والاعلام ترفرف وترحب بالمركز الاول. والشبابية انتزعت المركز الاول. هنا خميس بن سعيد الهشامي من حصل على المركز الاول والمركز الثاني. اخواني، المركز الثاني بينونة او مهمة جاسم بن محمد الربيعي. الله، ما شاء الله، اول اشواط الصعوب ذهب مع الشبابية، خميس بن سعيد الهشامي. والشلفة والسيارة والتوقيت الزمني دقيقة و42 ثانية و22 جزء من الثانية.